التمر التي تبعد عن رأس العين ب 14 كيلومتر. وأيضا قام الجيش الحر بالسيطرة على منطقة أبو راسين بعد اشتباك مع الجيش النظامي في المنطقة. وقامت كتيبتين من كتائب الجيش الحر بهجوم استهدف ركل من سيارات الأمن عند مفرق قرية البحر الخاتونية شرق الحسكة، وتم تفجير سيارة أمنية. أيضا ليلة أمس كان هنالك اشتباكات عنيفة في منطقة تلبرك، حيث قام الجيش الحر بإحراق 3 سيارات للأمن في اشتباك لهم في المنطقة. وقام الجيش الحر باقتحام قصر أسفر النجار واشتبك مع عناصر الأمن والشبيحة، وتم تأكيد قتل أكثر من 30 عنصر من الأمن والشبيحة كانوا متواجدين داخل القصر. وشهدت 4 سيارات مزودة برشاشات الدوشكا تتجه نحو حاجز العالية برفقة شاحنة بيضاء. تأكد لنا بأن الشاحنة تحمل ذخيرة وقذائف لجيش النظام. وأيضا حركة نزوح غير طبيعية لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها، يعني المنطقة أصبحت شبه خالية من المدنيين بسبب القصف المتواصل على المنطقة. ونعم، وقام النظام بإعدام 35 عسكريا حول الانشقاق من أسفر نجار، وتم انشقاق 3 عناصر آخرين أيضا. وأكثر من 50 جيل عسكري محمل بالجنود والذخائر وصلوا إلى السكنة العسكرية في الحارة العسكرية في الحسكة. ووصلت عدة كتائب من الجيش الحر إلى قرية الأسدية بين الدرباسية وراس العين على طريق الحسكة، وتم تحرير المناطق هناك. وقام النظام بالانسحاب من مراكزه في عمودة والدرباسية، وأيضا انسحب من المالكية، يعني سلم المسارد الأمنية والمخافر لحزب العمال الكردستاني. الآن هم المسيطرون على المناطق، منطقة عمودة والدرباسية والمالكية. أما القامشلي فالحال كما هو الحال في قلب محافظة الحسكة، يعني تعزيزات أمنية وحواجز جديدة وسط فرار عدد من الضباط مع أسرهم بطائرات خاصة أقلعت من مطار القامشلي الدولي. وأيضا تم تأمين انشقاق الرائد غزلي المحل رئيس مركز هجرة مطار القامشلي، وهو من أهالي البوكمال. أيضا انشقاق رئيس فرع التحقيق في أمن الدولة في القامشلي حسن علي أحمد. وأيضا قام النظام بوقف ضخ النفط من آبار منطقة رميلان بعد تسليم المالكية إلى حزب العمال الكردستاني. أما الوضع الإنساني في المنطقة بشكل عام في محافظة الحسكة، الوضع متأزم جدا، يعني مادة الخبز مقطوع عن المحافظة، طوابير على الأفران. أيضا حركة السيارات والشاحنات باتت معدومة لعدم وجود مادة المازوت والبنزين، يعني وحالات نزوح كثيرة تشهد المنطقة من محافظة الحسكة بشكل كامل، يعني وأيضا وضع النازحين يعني نعم إذا من الحسكة الناطق باسم شبكة شام سامر عبد الله.